الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا ربي عبدك الفقير قد أتاك، يا ربي عبدك الفقير قد أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. يا رب وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا وقرة أعيننا أبا القاسم محمد عذراً رسول الله، عذراً رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديماً ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما تقفون فيه بين يدي الله للحساب، فتسألون عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاتقوا الله عباد الله. أما بعد، يا أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. رمضان يا أحباب رسول الله، رمضان نفحة مباركة من نفحات الله لعباده المؤمنين، وفرصة عظيمة من فرص الخير، ومسابقة لذوي الهمم العالية لنيل شرف رضاء الله والعتق من النار في هذا الشهر المبارك. في هذا الشهر تتسابق القنوات الفضائية لعرض أفلامها ومسلسلاتها. في هذا الشهر تتسابق المحال التجارية لعرض بضائعها وبيعها. في هذا الشهر يتسابق العمال والتجار
لتحصيل قدر أكبر قدر ممكن من الدنيا. وبعبارة أخرى، إن أبواب طلب الدنيا في رمضان مكتظة بالناس، أبواب طلب الدنيا، وقد نسوا أن باب رضاء الله ينتظرهم، باب رضاء الله وباب العتق من النار قد فتح على مصراعيه في شهر رمضان، ولا يأتي إلى ذلك الباب إلا من أراده الله. اللهم اجعلنا منهم، قولوا آمين. إخواني المؤمنين، قال سيدنا سلمان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حد صلى الله عليه وسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، تخيلوا أن رسول الله الآن يتكلم صلى الله عليه وسلم، ضع نفسك وتخيل أن رسول الله يقف هنا ويكلمك، فهل تسمع من رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. صل على رسول الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير، انظروا إلى سعة رحمة الله وكرم الله في هذا الشهر، من تقرب فيه بخصلة من خير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه في رزق المؤمن. يا من تبغي الرزق، يا من تطلب رزق الدنيا، تقرب إلى الله في العبادة في رمضان، والله سيفتح لك أبواب الخير كلها. أقبل. قال: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. من فطر صائما، ولو تمره إخواني، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. من يتكلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي عم يحكي النبي عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليك يا رسول الله، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة. الله يا الله، اللهم اجعلنا من الذين ترحمون فيها. اللهم ارحمنا. هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. أسمعوني الصلاة على المعصوم محمد، وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: واستكثروا فيه من أربع خصال، واستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. ما هن يا رسول الله؟ اللهم صل عليه صلى الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. كلما دخلت الدنيا إلى قلبك وتعلق قلبك بغير الله،
هكذا تنفي كل معبود وكل محبوب في القلب غير الله. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون ربكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الاستغفار يغسل القلب من الذنوب. شهادة أن لا إله إلا الله وأن تستغفروا ربكم. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وعقابك والنار. قولوا آمين. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. اشرب من ايد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن سقى صائما شربة سقاه الله من حوض شربة لا يظمع بعدها ابدا حتى يدخل الجنة. اخواني المؤمنين، ان شهر رمضان الذي سنتشرف واسأل الله ان يبلغنا رمضان، ان شهر رمضان 30 ليلة ويوما، وليس هو أسبوع واحد أو ليلة واحدة كما هو ظن غالب الناس مع الأسف. فالمؤمن الموفق من يحافظ على صدقه والتزامه بالعبادة التامة من أول الشهر إلى آخره، هذا هو المؤمن الصادق. من أول الشهر يعرف أن رمضان كنز. إخواني، إذا أعطينا قطعة ذهب لطفل صغير، ما تظنون أنه فاعل بها؟ قطع الذهب سوارة بلعب فيها بشتفى لحطة بالبلوعة، لأنه لا يعرف قيمتها. أما من يعرف قيمة الذهب فإنه يحافظ عليها. وكذلك رمضان لا يغتنمه إلا من يعرف قيمته. ففي هذا الشهر يفتح الله أبواب التوبة، يفتح الله أبواب الرضا، يفتح الله أبواب القبول. يا باغي الخير أقبل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة كلها. إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان كلها، فلم يغلق باب واحد الشهر كله. طول الشهر الأبواب مفتوحة. الله يكرمنا يا أخوان. وغلقت أبواب النار كلها، فلم يفتح منها باب واحد الشهر كله. قال وغلت عتاد الجن، تصفد الشياطين وتربط. ونادى مناد من السماء الدنيا كل ليلة إلى انفجار الصبح، يا باغي الخير يمر وأبشر. يا الله، يا باغي الخير يمر وأبشر. أبشر بشارة أتاك رمضان. يا باغي الخير يمر وأبشر، ويا باغي الشر أبصر وأبصر. ثم يقول هل من مستغفر فيغفر له؟ عندك ذنوب؟ اللهم اغفر لنا. عندك ذنوب؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب يتوب الله عليه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ ولله تعالى عند كل ليلة عتقاء من النار 60,000. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك. بفضلك وكرمك ليس لنا أعمال تبيض وجوهنا أمام الله. قال المصطفى لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا
أن يتغمدني الله برحمته. اللهم إنا نسألك رحمتك. قال: فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق في جميع الشهر 30 مرة. دخيل الله عن عرض الله، كرم الله ما وسعه. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك. إخواني المؤمنين، لا تضيعوا فرصة رمضان، فإن فيه من الخصال والميزات ما لا يوجد بغيره. فإنا لا ندري أنعيش لرمضان آخر. هذا رمضان تكون بيننا، فما أدراك في رمضان القادم الناس تقرأ عليك الفاتحة. فاغتنم، تزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضى. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى الخصال التي أخص الله بها هذه الأمة المباركة، أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي 50 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم. هل ولسنا 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم؟ أولها قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. عند الله، ترى عند الله خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة. قلنا لك عند الله، مو تجي صائم تزعج بريحة تمك الناس، هي عند الله. إذا واحد قال لك ريحة تمك مي حلوة، تقول والله أطيب عند الله من ريح المسك. عند الله. حافظ أخي المسلم على أن تستاك في رمضان لكي لا تخرج رائحة فمك فتزعج المسلمين. أقول لك: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. بما أنك صائم طول النهار تستغفر لك الملائكة. قال: ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المأونة ويصيروا إليك. يهيئ الله لنا الجنة، اللهم اجعلنا منهم. وتصفد مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. آخر ليلة في رمضان يغفر الله للصائمين. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ آخر ليلة ليلة القدر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، ما اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. انت تاخذ المعاش في اخر الشهر. قال: في اخر الشهر يغفر الله لهم جميعا. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك. اي في ليله العيد، وهي الليلة التي يقبض بها المؤمن المقبول صومه فيها الأجر. اللهم اجعلنا منهم. إخواني المؤمنين، أخيرا قسم العارفون بالله الصوم إلى 3 أقسام. أولا: صوم العوام، الذي يصوم عن الطعام والشراب والشهوة، ولكنه لا يتخلق بأخلاق رمضان، ولا يلتزم بآداب رمضان، ولا يلتزم بأخلاق الصائم. وهذا الصوم قال عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا أجره، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائما ليس له من قيامه إلا السحر. اللهم لا تجعل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. لماذا؟ لأنه لم يدخل مدرسة رمضان. رمضان لتهذيب النفس، لتعليمها على الأخلاق والآداب الفاضلة. هذا صوم العوام. قال: أما الدرجة الثانية، القسم الثاني، هو صوم الخواص. قال: هو صوم المؤمنون الصالحون، فهم مع صيامهم عن الطعام والشراب والشهوة، ف
فهم يصومون عن الآثام، فلا غيبة ولا نميمة ولا غش ولا خداع ولا ظلمة ولا خيانة ولا أكل للأموال بالباطل. هذا يصومون عن الطعام والشراب ويصومون عن الآثام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها. جنة أي وقاية. الصوم جنة ما لم يخرقها. قيل: يا رسول الله، وكيف يخرقها؟ قال: بكذبة أو غيبة. تخرق صومك بكذبة أو غيبة. اللهم إنا نسألك العافية. أما الدرجة الثالثة إخواني فهو صوم خواص الخواص، وهو صوم الأنبياء والأولياء، فهم يصومون عن الطعام والشراب ويصومون عن المعاصي والآثام، وتصوم قلوبهم عن الخواطر الدنيوية، فلا يخطر ببالهم غير الله. اللهم اجعلنا منهم. آمين يا رب. اللهم اجعلنا منهم. فلا يخطر ببالهم غير الله. تصوم قلوبهم عن الخواطر الدنيوية، متحققون بقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا منهم. وإذا خطر على قلب أحدهم خاطر في غير الله اعتبر نفسه مفترا. أسأل المولى العظيم أن يبلغنا رمضان، وأسأل المولى العظيم أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر من غضبه وسخطه والنار، وأسأل المولى العظيم أن يجعل هذا الشهر شهر فرج وأمن وأمان وبشر وفرحة على بلادنا وبلاد المسلمين. قولوا آمين. اللهم فرج عن بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفرك. الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني المؤمنين، ورد عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر يوماً، صعد المنبر فقال صلى قال فلما رقى الدرجة الأولى قال: آمين. ثم رقى الثانية فقال: آمين. النبي صلى الله عليه وسلم وكان منبره ثلاث درجات. رقى المنبر، رقى الدرجة الأولى فقال: آمين، ورقى الثانية فقال: آمين، ورقى الثالثة فقال: آمين. فتعجب الصحابة مما يؤمن رسول الله. قال فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين ثلاث مرات، فما هناك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل وقال: يا رسول الله، شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت: آمين. الله، شقي عبد، شقي عبد أدرك، جاءه رمضان لم يغفر له، شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت: آمين. اللهم لا تجعلنا منه، اللهم اجعلنا من الذين يسعدون في رمضان. ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت: آمين. ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقال: آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أمرنا الله في محكم قرآنه بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه،
اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا إلهي حبا فيك وفيه. اللهم خلقنا بأخلاقه، واجمعنا به في مستقر رحمته، واجمعنا به في مستقر رحمتك على مائدته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك لا تشغل قلوبنا بسواك. اللهم فرج عن المؤمنين فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين أعتقتهم في رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الذين تعتق رقابهم في رمضان يا رب رمضان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك يا رب بحرمة رمضان الذي نقبل عليه أن تفرج عن بلادنا وبلاد المسلمين فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمن والأمان إلى بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انفح قلوبنا بنفحة من نفحاتك في رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك وعقابك والنار. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، ولعلها أن تكون ساعة الإجابة، أن تبلغ الحبيب المصطفى منا تحية وسلاما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اعلموا أن في الصلاة على رسول الله فرج من كل محنة. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله